عندي بقى تاني طبق معايا الرز دلوقتي ابتدي اقدمه. بصوا بقى تحفه، بصوا جمال الرز، طلع بجد لونه خطير ومفلفل جدا. هوريكم دلوقتي قد ايه هو مفلفل، وهجيب معاكم دلوقتي طبق التقديم ونبتدي نقدمه مع بعض على طول. شوف السمك طبعا، الريحة انا مش عايزة اقول لكم، ريحة السمك من احلى الحاجات. انتوا لما بتعدوا قدام محل سمك ريحته بتبقى جايبة اخر الشارع، والكرنشي بقى بتاعه، بصوا الكرنشي بتاعه، الكاميرا انا عايزاها تجيب الكرنشي بتاعه، خطير، عامل زي الفراخ المقرمشة. وشكوة الناس كلها انه السمك بيطلع مفصول مش كرنشي، فانا النهاردة قلت لازم اعمله لكم كرنشي بطبقة التغطية الحلوة السايلة اللي احنا عملناها مع بعض. بصوا السمك مفلفل ازاي جوه الرز، الجمبري طالع مفلفل جدا، حلو جدا، ولون الكاري مع الجزر خطير. هو هيحتاج بقى يقعد على نار هادية 5 دقايق تاني، عشان لو في اي بواقي مية صغيرة الجزر نزلها او الجمبري يتشربها، يعني اقل درجة حرارة عندكم. انا عندي البوتاجاز كهربا اعمله على 1، انتوا اعملوه على اقل درجة حرارة يطلع معاكم مظبوط جدا. بس انا عشان وقت البرنامج لازم اقدمه، بس انتوا سيبوه بس 5 دقايق تاني شرب اي مية تحت كده، تحفة. والريحة بقى بتاعت الكاري مع القرفة مع الجمبري متشوح، خطيرة. نظبط بقى شكله كده زي ما خبيرة الأبراج مايا قالت، بتوع الدلو بقى برج الدلو لازم بيهتموا بتفاصيل التفاصيل. يعني ماما دايما تقعد تقول لي انت مش بتطبخي انت بترسمي، من كتر ما بقعد كل حاجة كتير بحب طريقة تقديمها تبقى حلوة، عشان بحس ان الطبخ ده حاجة فن فعلا، مش حاجة كده واجب لازم نعمله وخلاص. هقلب بقى دلوقتي ده، جهزه كده، هحط طبق التقديم بتاعي، هحط دي كده تبرد واروح قلباها على طول الناحية التانية. ونشوف السمك مع بعض، فهو ابتدى يدخل في التسوية. سخنة مولعة، الرز عامل سخونة رهيبة فيها. ريحة الرز بالكاري مع القرفة مع الجمبري، انتوا مش فاهمين يا جماعة، ريحة القرفة مع الكاري احلى ميكس ممكن تعملوه لأي رز عندكم. الرز دايما لما بتحطوله كاري، لو حطيتوله نص معلقة قرفة حتى بيظبط جدا. بصوا مفلفل ازاي، مفيش اي حاجة لازقة في التانية. وكل ما نزود في الالوان نلاقي الاطفال كمان حبة الاكل، كل ما بتقللوا الالوان وتخلوا الحاجات مسبكة وغامقة. رز السمك اصلا العادي بتاعنا غامق، بنعمله بصل بقى ونقعد نسيبه في مية ويغمق، اللي هو الاحمر ده انا بحب بقى احطله كاري وقرفة عشان يبقى شكله مختلف، والطعم كمان بتاعه قوي جدا، احلى من طعم السمك العادي. السمك اهو خلاص، يعني اديله دقيقتين بالظبط واطلع السمك، لسه سخن برضه سخن. السمك اديله دقيقتين بالظبط يبقى جاهز، والصوص بتاعه جاهز. زي ما انتوا شايفين بقى السمك لونه ابتدى ياخد لون ذهبي جميل جدا مقرمش، بحب
حلو قوي قوي، عايزاكم تشوفوه معايا كويس. طبقه القرمشه مش معزوله خالص عن الزيت، ودي اهم حاجه. اهم حاجه ان يفضل كده ماسك نفسه للاخر، ما يبقاش مفصول نهائي. الرز بتاعي اهو تحفه تحفه، خطير. نديله بقى اللمونيه كده، وعندي بقى دلوقتي السمك هطلعه على طول واحط معاكم الصوص بتاعه.